الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، لقد سمى العلماء سورة النحل بسورة النعم لكثرة ما ذكر الله في هذه السورة من النعم، فقد ذكر فيها سبحانه جملة من النعم، ومن أجل النعم التي ذكرها الله في بداية هذه السورة نعمة الدفء، فقد قال عز شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وفي ذات السورة ذكرنا الحق سبحانه بنعمة أخرى، وهي نعمة الستر والمأوى، فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هذا هو دفء الأنعام، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالبيوت سكن وستر ودفء وأمن وظل، فهي تقينا حر الصيف وتقينا برد الشتاء. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول ويدعو بهذه الكلمات، يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي له. بهذه الكلمات كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينما يأوي إلى فراشه. فأنت يا مسلم احمد الله على أن يسر لك طعاما وشرابا وكفاك المؤونة ولم يحوجك إلى غيره، وادعو الله كل ليلة على أن جعل الله لك مأوى تأوي إليه. فكم من إنسان على وجه هذه الأرض لا مأوى له، كثار الذين يبيتون في العراء. فهل أنت تحمد الله تعالى على نعمه؟ إذا وضعت رأسك على الوسادة، وإذا أدخلت جسدك في الفراش الدافئ، وتحديدا في هذه الأيام، هل تحمد الله على ما أنت فيه من نعم؟ فاحمد الله على ما أنت فيه، وداوم على هذا الدعاء، وادعو بهذه الكلمات كل ليلة، إذ بالشكر تدوم النعم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل،
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، في ظل هذا البرد القارس وهذا الصقيع الذي تشهده البلاد والكثير من الدول في هذه الأيام، ونحن ننعم بالدفء والطمأنينة والأمان في بيوتنا وبين أولادنا وأهلينا، لا بد من أن نتذكر إخوة لنا في أرض الشام من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، من فروا من ديارهم هربا من الظلم والموت والقتل، فبعد أن كانوا يوما منعمين ينعمون بالدفء والفراش والمأوى والأمن والأمان، أصبحوا بلا مأوى ولا فراش ولا لباس ولا دفء ولا طعام ولا شراب ولا دواء. البرد يفتت أجسامهم، ضعفت قوتهم وقلت حيلتهم، وتخلى عنهم أكثر الناس، لا يشكون حالهم إلا إلى الله، فهو ربهم وهو رب المستضعفين. وأنت ترى أيها المسلم مأساة ومعاناة هؤلاء، كيف أن البرد يلذع أجسادهم. أنت ترى مأساة هؤلاء، اسأل نفسك ماذا قدمت لهم؟ ماذا قدمت لهم من عون ومساعدة؟ أم أن حالك كحال الذين أدار لهم الظهر وتنكر لهم؟ في هذا البرد الشديد وفي هذا الصقيع نتذكر زمهرير جهنم، فقد جمعت النار مع شدة الحر شدة البرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الحر ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير أي البرد الشديد في الشتاء. إلا أن الله تعالى برحمته نجى أهل الجنة من حر ومن زمهرير جهنم، لما وصف الله تعالى حال أهل الجنة ونعيم أهل الجنة فقال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فنعوذ بالله من حر ومن زمهرير جهنم. ولهذا من السنة كذلك أن يتعوذ المسلم من زمهرير جهنم، من البرد الشديد، كما جاء في الحديث: إذا كان يوم شديد البرد فقال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. يقول الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. اللهم أجرنا من زمهرير ومن حر جهنم، اللهم آمين.
في هذا البرد الشديد يعظم أجر العبادة، يعظم أجر الصلاة لمن جاء من بيته ليصليها جماعة في المسجد، ويعظم أجر الوضوء لمن توضأ بالماء البارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إنك أنت تتوضأ بالماء البارد، وهذا الأمر شاق على النفس، لكن طمعاً في الأجر والثواب تفعل ذلك مرضاة لله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. في هذا البرد الشديد ونحن نستخدم وسائل التدفئة، اللي بيستخدم دفاية الحطب، واللي بيستخدم دفاية الكهرباء، اللي بيستخدم دفاية الغاز، لكن تحديداً دفايات الكهرباء، ما تنام وانت مشغل الدفاية، سواء غرفة النوم ولا غرفة الأولاد. فكم من بيوت قد احترقت، كم من حال سمعنا عنها في الأسابيع الأخيرة، وكم من أناس قد احترقوا بسبب عدم تنبههم لخطورة هذا الأمر. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها، فإذا نمتم فأطفئوها. وقال في حديث آخر: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حتى الواحد ما يقع مصيبة لا سمح الله في بيته، حتى يحفظ نفسه ويحفظ من الحرائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، أي من ثياب الجنة، وهي ثياب من حرير، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، أي الشراب الخالص. أطلقنا منتصف الشهر الحالي قبل أسبوعين حملة الإغاثة المباركة، إغاثة إخواننا اللاجئين في الشمال السوري، فبحمد الله كان هناك تفاعل وتجاوب كبير من أهل بلدنا الخيرين المعطائين مع هذه الحملة المباركة. فهناك من أهل الخير من تصدق عن نفسه وعن أهل بيته، اللي بتصدق بألفين شيكل، واللي بتصدق بخمس تلاف، واللي بتصدق بعشر تلاف عن نفسه وعن أهل بيته. هناك من النساء من تصدقوا بحليهن بالذهب اللي بتجيب سوارتها، واللي بتجيب السنسال، حتى تقف في هذه المحنة إلى جانب إخوانها في قربتهم في مأساتهم.
هناك من الأطفال من تصدقوا بحصالاتهم للأجج، يعني يجيبوا الأجج ويتبرعوا فيها من أجل أن يقفوا إلى جانب الأطفال السوريين المشردين دعما لهم منهم. فالخير موجود، والخير لن ينقطع في هذه الأمة، وسيظل الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. سيظل الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحملة أيها الإخوة لا زالت مستمرة وستبقى مستمرة إلى يوم 10/2، حتى تبقى الفرصة سانحة ومهيئة أمام كل واحد فينا ليكون من الذين يناصرون ويغيثون إخوانهم في كربتهم وفي مأساتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا اللاجئين السوريين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وضعفاء فقوهم. اللهم إنه قد اشتد عليهم البرد فأدفئهم. اللهم إنه لا مأوى لهم فآوهم يا الله. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجعلنا ممن يغيثون إخوانهم في كل مكان، في سوريا وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.